علاش دخلت المغرب؟ حيتاش اول حاجه ساليت قريتي وثاني حاجه جاتني هذه الفرصه ديال لا سيري مع انوار معتصم وبديت فيها. ومن بعد بديت كندير كافتون اللي توا كافتون ولا سيري كانوا اول اعمال اللي درت انا في المغرب ومن ثم بديت. كيفاش جاتني الفكره ديال التمثيل؟ هو واحد النهار كان واحد الرياليزاتور سميتو انوار معتصم اللي كنوجه ليه تحيه. واحد النهار كان كونتاكتاني في لي ريزو سوسيو اقترح عليا الفكره دوزت الكاستينغ وخداوني في لا سيري كود اللي كانت دازت في رمضان 2016 مع انوي. اول تجربه ديالي في السينما هنا في المغرب كانت مع السي احمد الطاهري في واحد الفيلم غادي يخرج هذا العام، فيلم سينمائي سميتو براكاج على ماروكين اللي هو فيلم زوين بزاف كانوا فيه بزاف ديال الممثلين كبار. كانت فيه فاطمه الزهراء بن ناصر، فاطمه الزهراء الحرش، نور الدين بكر وبزاف. باش نكون صريحه واخا اكيد هذيك اول حاجه عاوناتني حيتاش ما عرفتش يمكن حيتاش الفيزيك حيتاش كانوا عندي تصاور زوينين داكشي باش اول مره بداو كيدوزوني في الكاستينغ. ولكن بطبيعه الحال كون ما كانش عندي داك لو تالون ديال التمثيل ما كانوش غادي ياخذوني وما كانش غادي ندوز في الكاستينغ. شوف هما كلهم بحال كيبقاو كلهم في زعما في نفس المجال، ولكن التمثيل عزيز عليا بزاف حيتاش فيه بزاف ديال الخدمه، خاصنا نديرو دي ريغيرش، خاصنا نديرو مجهودات كبيره. المانكينا سي مون ميتيه دو باز، و الانيماسيون تيلي عجبتني بزاف حيتاش كتعاونك باش تزيد القدام، باش كتولي عندك ثقافه اكثر، باش كتقرا اكثر، باش كتزيد القدام في الكولتور جينيرال. حتى هي كنت اصلا انا بديت التمثيل ومن بعد جاتني الفرصه ديال لاتيلي بديتها باش نتعلم، باش نقاد لاكسون ديالي، باش بزاف ديال الحوايج باش نزيد القدام. ولكن من بعد ما قدرتش حيتاش التنشيط كياخذ الوقت بزاف. الغناء شوف انا ما عنديش، انا كنظن بان في هذا العالم كما قلت لك كل شيء مرتبط بكل شيء، تمثيل بحال تمثيل ديال التلفازه، بحال تمثيل السينما، بحال المانكينه، بحال لي فوتو، بحال تقديم البرامج، بحال بزاف ديال الحوايج. والغناء حتى هو علاش لا، هو ما بغيتش نحرق لا سوربريز ولكن كاين بيانتو. وانتقادات زوينين عرفتي، حيتاش انتقادات هما اللي كيخليوك تزيد تخدم على راسك وتشوف الحوايج الخايبين فيك. ولكن اللي كينتقد غير باش ينتقد يجي يتفرج ويشوف ويحكم، ما يحكمش غير من هكاك وهو ما شايفش. الاعمال المستقبليه عندي واحد الفيلم غادي يتصور ان شاء الله في الاول ديال شهر 7، هو فيلم كوميدي بزاف غادي يقتلكم بالضحك وانا عجبتني الفكره فيه، وان شاء الله من بعد نقول لكم.